عليكم، مساء الخير عليكم، ان شاء الله راكم كامل بخير. مرحبا بكم معايا في قناة مطبخ وتدابير مايا. مدى بيا اليوم تبعوني حتى الاخر، فيديو حندير لكم خفيف ظريف. ندير لكم غوصات شابة وبنينة وسهلة. اللي عجبكم الفيديو ديروا لي جيم لا فيديو، اللي مازال ما ابوناش يابوني في لاشين، تبعوني حتى الاخر. اليوم جبت لكم وصفة تاع مايونيز. مايونيز بزاف بنينه، يعني مش نقولكم اللي ياكلها عندي تعجبه. وشنو لازم فيها؟ دي تكنيك لازم تتبعوا معايا حتى للاخر. نعطيكم لي زانكغيديو. برك عندنا زوج حبات بيض، ولا عندكم زوج حبات بيض صغار ولا حبه بيض كبيره. انا البيض تاعي صغير الوغ درت زوج. عندكم زوج حبات فورماج، يعني ماذا بيكم تكونوا يعني مليحه باش تجيكم بنينه، ولا اللي عندكم في الدار تقدروا ديروا زوج مغارف هذيك تاغتيني. عندكم القارص هكا تعصروا فيها قارص. عندنا زيت، فلفل كحل، لا موطغت، سنيناتهم. انا درت سنينه صغيره يا باسكو ما نحبوهاش بزاف فيها ريحه الثوم، واللي يحب ريحه الثوم اللي يحب الثوم بزاف يذوب ليه يدير وحده كبيره ولا زوج. هاد العفايس نخليهم لكم ليكم. عندنا بيان سور الملح، عندنا الطون، هادي اسيس انا نديرها في الدار، يعني نقولها لكم. واذا حبيتوا ديروها ديروها، واذا ما حبيتوش ديروها ليسونسيال كيما حبيتو نتوما. حنا نقول لكم لازم كاينه حاجه مهمه، حاجه يعني مهمه بزاف باش تنجح لكم لا مايونيز. هي اللي قادره يا تنجح لا مايونيز يا ما تنجحش، يا ما تطلعش كامل. لازم هاد لي زانغغيديون تاوعنا كامل يكونوا في طومبيراتور امبيونت، لازم يكونوا كامل درجه حراره الغرفه، يا كامل في الفريجيدار يا كامل هكا برا. كي تجي ديري المايونيز تجيب ديري البيض تجيب ديري الفرماج تجيب ديري كلش حطيهم، باسكو كان زعما ديري تجيب ديري من الفريجيدار هادو من الفريجيدار، والزيت تكون في الكوزينه ولا كنتي طيبي والحاله سخونه وتكون هي سخونه، سير ما تطلعلكش وسير ما حاش تنجحي فيها. لازم يكونوا كاع كيف كيف. هذه حاجه مهمه باش ديري المايونيز، هذه الاولى. دوزيام، نجيبو الطاس تاعنا تاع البرا اللي نخدمو به، انا هذا مسلك اللي نخدم به كلش. عندنا نديرو البيض تاعنا، بسم الله، يعني نكسرو البيض هكا في الداخل باش نضمنو ما يطيح لنا والو، حتى قشره حتى. عندنا نديرو البيض تاعنا، انا قلت لكم البيض تاعي صغير، تسمى نتوما الا عندكم بيض مليح في الدار كبير حبه تكفي، اذا صغير كيما انا هذا راه صغير برك بان لك في لافوتو يبان لكم مليح. درت زوج، هاي الدوزيام. عندنا نديرو الفرماج تاعنا، نحطو كاع لي زانكغيديو. عندنا هذه سنينه تاع الثوم، هاي ليك انا درتها غير صغيره، بون نسكرفجها خير اونكا ما ترحاليش باسكو كلش ليكيد. نسكر في جوها تمتم شويه هكاك. نزيدو نديرو قلت لكم الفرماج تاعنا، هم ديك زوج حبات، يعني داك توفر نوعيه مليحه من الاحسن. عندنا لا موطاخت، ندير هكا مغرفه مليحه معمره، هاي ليك تاع قهوه حليب. عندنا كاني تاع القارص، انا هاني عصرته هنايا، هاي ليك عصرتها نظرا هنايا نحيل هذيك العظمه برك. شوفوا شحال درت انا القارص، نحيلها العظمه فين تجي مره. هاي ليك القارص، ديروا قد ما حبيتوا نتوما القارص، يعني تحبوا نص حبه كومبلي كيفاش تحبوها نتوما، قارصه ولا حلوه، يعني نخليكم ليكم الاختيار. عندنا نديرو فلفل ملح هكذا، هايليك شوفوا شحال درت مغرفة هكذا. عندنا فلفل كحل، نحبط برك هاد لامور تاخد لهنايا باسكو حنكيلو السر كاع كينكيلو هنايا. عندنا نزيد شوية لامور تاخد باسكو لصقت كاع في المغرفة، نزيد شوية. عندنا فلفل الكحل بيان سور لي باش تجي بنينه، تجي فيها ضربو ضربه زوج. والزيت هذه تاع الطون هاديه، ولا غير هكا درناها قلنا نسيف في الدار كنت ندير فيها، قلت ندير شويه زيت تاع الطون نشوف كيفاش اذا تجي بنينه. ديروا شويه زيت تجي عندها واحد النكهه هايله، ما باليش تمد جو سبيسيال شويه. دوكا الصح والمهم كامل في هاد المايونيز، شوفوا لازم كيفاش ديروا الزيت. نحطو كامل لي زانكغيديون تاعنا، الزيت هاد لي زانكغيديون ديرو نحسبوهم كيما نقولو كيله كيله، هادو كامل زعما هنايا درتكم نقولو 5 سنتيمتر،
دي سنتيمتر تكملوها زيت، كيما نقولوا كيلة تاع هاد لي زانكريديون مع كيلة زيت. تما هذا هو البرانسيب، دوبليو هاد لا كونتيتي بالزيت، حطوها هكايا ودوبليوها بالزيت. بسم الله، شوفوا هاي ليك حنديرها، نحاول نديرها كيلة سوا سوا كيما هي الدوبل تاعها. تما هي هاي هنا انا ندوبلي هكذا هكذا، راهي الدوبل. عندكم ميزانكم ولا عندكم طاس تاع الكيل، لا احسن ديروا فيه كيلو ولا هكا بيبخي. هاي اللي كتشوفوا تجي الا جاتكم شويه ثقيله تقدروا تزيدوا لها شويه زيت باش تجيكم ماشي ثقيله بزاف. ها زيد فيها زيت. ولا دوزيام استوس باش تهف هاد لا مايونيز، سيك تحطوا هكا البغا تاعكم، البغا تحطوه هنايا ما تبوجي وحش، البغا ينحط في داخل الطاس، ينحط هكذا وتبداو تضربوا، ما تنحوش كاع، ما طلعوا ما تحبطوا، حطوها وبداو تخدموا، عبزوا على البغا تاعكم حتى تشوفوها طلعت كامل. من بعد تما تقدروا تلعبوا بها كيما حبيتوا. نبداو بسم الله، شوفوا هكذا نحطوا البغا تاعنا شوفوا كيفاش هاك تشوفوا معايا، راني وريت لكم ان شاء الله تكونوا شفتوا مليح. طاس تاعنا كيما قلت لكم البغا ما نبوجيوهاش حتى نشوفوها تطلع، شفتوا كيفاش طلعت وريت لكم كي تطلع هكا، معليش تشوفوا زيت شويه من الفوق، معليش كي تشوفوها طلعت هكا ولات ان كريم تبداو تطلعوا وتحبطوا باش هذاك لي زانكريديون اللي من الفوق كامل يتخلطوا. هذه هي دوك نفرخها لكم وتشوفوها معايا كيفاش جات لا مايونيز تاعنا، شوفوا شحال جات شابه، دوك نفرخها قدامكم باش تشوفوا كيفاش جات. شوفوا 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 كيفاش، شوفوا ما ثقيله ما خفيفه كيما قلت لكم. وباش تنجح لكم عطيت لكم كاع لي زاستوس، شوفوا فيها كش تجي الله الله، صدقوني بنت تاعها خياليه، اللي ياكلها عندي تعجبه، بنتها بزاف بنينه بزاف، ما نقدرش نقول لكم شحال يعني، كامل اللي كلاوها عندي في الدار كاع تعجبهم، يحوسوا يدوا لا غوسات كيفاش دايره كيفاش. راكم تشوفوا قدامكم يعني، شوفوا هاي اللي كيفاش جات، هاي اللي تشوفوا حبتها كامل، شوفوا شحال جات كريميه، جات خفيفه، على بالي بلي كي تجربوها حتعجبكم حتدعوا لي. بندها لا توصف، خير من احسن ميل فوا لا تعلي نشوها من يعني من محلات، خير منها بزاف. خدمتيها في الدار وديتي لها لي جوجل تحبيهم فورمات شباب البيض، خدمتيها بيدك يعني تجي مايونيز ولا اروع. هذه هي ان شاء الله تعجبكم، يا ربي يكون عجبكم هذا الفيديو اليوم تاع المايونيز، ماذا بيا تجربوها وخلوا لي كومونتير عليها وعلى الفيديو اذا عجبكم، جامل لا فيديو ابوني فلاشان، ونقول لكم بقاو على خير وبصحتكم.